رجعنا لكم مشاهدينا الكرام مره ثانيه بعد الفاصل. دلوقتي بقى احنا عملنا البطاطس البيوري وقدمناها مع الصوص وقدمنا كمان العرق وقطعناه مع الصوص بتاعنا الجميل ده. اتمنى يا رب ينول اعجاب حضراتكم. طبعا وصفه جميله ولطيفه نقدر نجربها بسهوله. ودلوقتي بقى هندخل على مقادير الحلو. معانا حلو جميل جدا ان شاء الله يعجب حضراتكم، هو مقادير حلوى الفيونك. عندنا للوصفه دي مقادير الفيونكات. عندي كوبايتين من الدقيق، كوبايتين من الميه، وثلث كوبايه من الزيت، معلقتين كبار من ماء الزهر، ومعلقه صغيره بيكنج باودر، ومعلقه صغيره من القرفه، ورشه ملح. هي فكرتها لمحبي القرفه. خليني اسخن هنا الزيت. ممكن اخد هنا مثلا ايه، اوكي اخد دي ولتكن هذه. ونبدأ بقى نتعامل مع الوصفة. هناخد كده أول حاجة الدقيق، عندي شوية من البيكنج باودر، رشة من القرفة. خليني بقى، دي من محبي القرفة طبعا، ذرة الملح، حاجة بسيطة جدا. وهقلب كده او ندي من الاول مع بعض. كده اللي مش عاوز يحط قرفة مش بلاش، وممكن يضيف بس فانيليا مفيش مشكلة. كده هنحط شوية من ماء الزهر، نحط شوية من الزيت، خلينا نقلب كده الأول، وبعدين هنضيف المية. وشوية مية. ونبدأ بقى إيه، نلم العجينة دي، عجينة عادية خالص. لحد ما تبقى عجينة كويسة. همسكها دلوقتي بإيدي وهار، بس هي لسه محتاجة مية. الريحة روعة. حلو بقى كده. ايه عايز، لازم اجرب بإيدي اعرف هي تمام ولا ايه. كده الصوت نقلب هي بس ناقصها لسه شوية سوائل عشان تبقى فيها رطوبة شوية. وبنبدأ نشكلها فيونكات لطيفة. هوري حضراتكم شكلها دلوقتي. بنقطعها شرايط، وبعد الشرايط دي بتروح متقطعة شرايط قصيرة زي المستطيل الصغير. هوريكم دلوقتي شكلا هتبقى ازاي. كده وهنبدأ نحمرها. كده ونقطة كمان. لحد ما تاخد الطراوة كويس، عشان لما هتبقى طرية هتنفش كويس وهتبقى مسامها مفتوحة وحلوة وعجينة سلسة. العجينة بصوا بقى، أنا خفتها شوية لدرجة بصوا بقت عاملة ازاي. أنا عايزاها تبقى كده، عايزاها تبقى زي ما حضراتكم شايفين، زي فكرة سد الحنك كده. ناخد بقى ايه شوية كده من دول، وبعدين هروح هنا هاخد نقطة زيت واحدة. بسم الله، ادي كده بالفرشة.
على المكان اللي هشتغل فيه من هنا، وهبدأ أعمله زي ما حضراتكم شايفينه كده. هاخده كده هنا، وهجيب سكينة، شيل ده الجزء ده، لو هي سايلة سنة بنسيبها ترتاح عادي. أنا بس عايزة أعمل دي برضو بإيه، بنقطة زيت هنا، هقطع كده وهاخد الجزء ده على إيدي كده. هجيب الشوكة طرفها بس كده من الزيت، وهعمل كده، وهنا الناحية التانية كده، وهقفل دي كده زي ما حضراتكم شايفينها كده اهي. وهجيب الطبق اللي انا مجهزه فيه كام واحده، ولازم تسقع. سقعتهم الاول اهم، اتفرجوا على شكلهم. خليني احط اللي انا عملتها دي هنا في الزيت ونشوف كده اخبارها ايه. بسم الله. وناخد بقى الباقي اللي احنا عاملينه ده اهو، سقعناها في التلاجة لازم او في الفريزر لمدة ربع ساعة وبتتقلي. طبعا طعم القرفة عايزة اقول لكم جميل، اللي مش حابب قرفة يحطها بس بالفانيليا او يكتفي بماء الزهر اللي احنا حطيناه. نبدأ بقى نحمر تحميرة كده لحد هي اول ما بتبدأ تستوي تدخل في سوا بتطلع على الوش، وبصوا بتعمل كمية كتير. احنا عملنا كوبايتين دقيق، بصوا ما شاء الله عاملة كمية حلوة قوي. نقدر نعمل منها ونحط في اطباق فوم واقفلها واحطها في الفريزر، وقت ما عاوز اطلعها على الزيت سخن احمرها واتعامل معاها على طول كده. طبق لطيف، ممكن يترش عليها سكر بودره لو حابين، وممكن تبقى فيها القرفه او ممكن نستغنى عنها زي ما حضراتكم تحبوا. ده في الاخر اختيار خاص بيكم، بكل اسره بتحب ايه من المنكهات اللي هي حابه تحطها. ودي برضو وصفه بصوا لطيفه جدا وظريفه، شكلها حلو. واتمنى رب ان الحلقه النهارده تكون نالت اعجابكم. بدانا نعمل حاجات دي المطلوبه في البيت وتجربوها، وان شاء الله رب تنول اعجاب حضراتكم. وطبعا من هنا الحلقه جديده، اتمنى من الله ولا يكتر على الله. اشوف حضراتكم من هنا الحلقه جديده على الف خير وصحه وسلامه وسعاده، والسلام عليكم.